بسم الله الرحمن الرحيم. في محاضرة اليوم بدنا نستعرض فيها كيف تكوين الريبورت الخاص ببرنامج بروكن. بداية بنتعامل مع شكل الموديل، شكل الريبورت طبعا محتوياته بيكون فيه الانبوت داتا والاوتبوت. شكل الريبورت بيكون فيه الغاية بتاعت كالك شيت، دي اخر غاية بنتعامل معها زي ما تعاملنا مع الانبوت والسيتنج والاناليسيس والفيو اوتبوت والديزاين لينك. عندنا الكالك شيت دي اخر قائمه، يعني عندنا في الفيو اوتبوت ده شكل الريبورت، الفيو الانبوت داتا كل الكوردينيت اللي تعاملنا معاه في النموذج بتاعنا، كل الاحداثيات، المقاطع ورقم الاليمنت، التثبيت وطول اللينكس والزاويه الانجل. من هنا الشيل للسقوفات، شيل إليمنت مكون من 4 نود، رقم الشيل 1 والنقاط المكونة للشيل والسيجنس والماتيريال. من هنا السكشن بروبرتيز، سكشن ديزيجنيشن، أول سكشن 300×500 ودي خصائص المقطع، سكشن نمبر 2 450×300 دي خصائص المقطع، سكشن نمبر 3 سيركولار كولوم، دايمتر 350، سكشن بتاع البيم 300×500 دي خصائصنا للمقاطع تعاملنا معها في النموذج، الماتيريال كونكريت SU25 الاستيك مودلس، بويزن ريشو، دنسيتي، سواسن كونفيشن سيرمال، السبورت داتا والتثبيت. هنا 27 نقطة في السبورت ونوع التثبيت، فيكسيد السبرينج كونتين، ما عندنا اي سبرينج، اللود هنا نوع اللود كيسز، الوول والديت واللايف لود. اللود كيسز عندنا زي ما قلنا شكل الريبورت، البيم اليمنت لود بوزيشن البي والاي والمومنت شيل لود دايركشن لود كيس لايف دايركشن واي لود كومبينيشن لود كومبينيشن سكريبشن كيس 1 وكيس 2 كيس 1.4 الوول 1.4 الديد 1.6 اللايف 1 كل من الوول لود والديد لود واللايف لود لود فاكتور فور اتش لود كيسز سيرفيسيبيتي ليميت ستيت زي ما عرفنا الالتيميت ليميت ستيت بكل ما يخص كان بالداتا بتاعت الانبوت للمبنى. الجزء الثاني ما يخص الاوتبوت لينير اناليسيس واللود كيسز نودل بوين سيرسيل ليميت ستيت كيس 1 وكيس 2 حسب اختيارنا للتحليل بلود كيس لود كومبينيشن اونلي. Reaction at ultimate limit state. Equilibrium check at ultimate limit state. The reaction. Reaction moment about the reaction. Load. Apply load. Moment about. Reaction at serviceability limit state. The serviceability limit state. Beam element and end forces case 1 or case 2 كل الفورس الموجودة في البيم case 1 or case 2 رقم النود الستارت والاند نود
اللود كومبينيشن الشيل element stress and local element كل الاستريس على السقوفات حسب كيس 1 وكيس 2 رقم الشيل و الريزولت لكيس 1 وكيس 2 نفس النوت لاحظنا نفس النوت اننا لها كيس 1 وكيس 2 بيندينج مومن على السقوفات كيس 1 وكيس 2 حسب رقم البانيل من هنا شير فورس اذا على السقوفات الريفورسمنت ستيل على السقوفات حسب الكود اللي تم اختياره التوب اتجاه الاكس والتوب في اتجاه الواي البطن في اتجاه الاكس والبطن في اتجاه الواي الود ارمر اخترنا اي ماتيريال اخرى خلاف هذه التسليح وكل ما يخص بالريبورت بتاعنا الاوتبوت والانبوت لإضافة النموذج بتاعنا بنرجع للانبوت وقبل ما نرجع للانبوت عندنا انكلود انكالكشيت يعني دي كل الحاجات المضافة لنا في الريبورت يعني اختار لنا الانبوت داتا كلها displacement equilibrium check reaction للسيرزيليزيمنت ستيت والرياكشن للالتيميت ستيت والبيم element اند فورسز والشيل امبلين ستريس والشيل بيندنج ستريس كل المعلومات اضافه لنا في الشيت بتاعنا اذا اشرنا على الشيل ما بدينا النتائج بهذا الشيل كده فقط معناه يصير لنا في الاوتبوت او في الريبورت بتاعنا الانبوت داتا ما حيرفق لنا معاه الاوتبوت كده ضفنا لها displacement equilibrium check reaction للسيرزيليتي ليميت ستيت reaction للالتيميت ليميت ستيت والبيم element in the forces والشيل in plane stress والشيل bending stress بنرجع للانبوت ده الشكل بتاع المبنى عشان ممكن نضيفه للكالك شيت الكون المحتوى بتاعه عشان نضيف شكل المبنى 3 dimension من add to calc sheet هذا الخيار بتاع yes send picture to calc sheet شيلنا الكالك شيت بنبقى اضاف لنا المبنى ما رجع عليه الانبوت نمشي الفيو اوتبوت ممكن نختار الانبوت داتا فقط عشان نضيفه للكالك شيت قلنا اد كالك شيت عشان الكالك شيت بنلقى اضاف لينا دي الداتا بتاعت الانبوت فقط نلاحظ تلقائيا ادينا ارقام للشيت نمبر 4 5 حسب المعلومات اللي اضفناها في بداية اول شيت شيت نمبر 6 لآخر شيت كنا نرجع للفيو اوتبوت لديفليكشن ممكن نرفق الصورة بتاع الديفليكشن هات تو كالك شيت نرجع لكالك شيت نلقى ارفق لنا الصورة بتاع الديفليكشن ممكن نرجع للفيو اوتبوت
output report كنا بنضيف لي displacement equilibrium check add to calc sheet بشكل التنسيق لي لاين ونلاحظ ان ضاف لينا equilibrium و deflection. نرجع تاني لي الفيو اوتبوت الرياكشن بناخذ سكشن سبورت ابلاي بنعمل ديفولت نخلي في الوضعيه بتاعت واي نلاحظ شكل الرياكشن ممكن في وضع ديفولت ممكن شكل الإظهار بيكون يكون أوضح اختار فور view signals output for قلنا اضيف لي الصورة دي للكالك شيت yes رجعنا للكالك شيت بنلقى اضاف لينا الصورة بتاعت الرياكشن نرجع تاني للview output خش الاوتبوت اشر للرياكشن للسيرفيس ليميت ستيت والالتيميت ليميت ستيت اد تو كالك شيت رجعنا للكالك شيت نلقى ارفق لنا شكل السبورت و الاوتبوت للرياكشن نرجع تاني للغايه بتاعت البيم فورسز شكل الرياكشن كلير فيو سيجنس واحد فوب شو نوت نمبر خلي بي الفورسز فقط ينظر لنا كل القيم المظاهرة على الشاشة هي قيم الفورسز على الاليمنت ولا اضيف لي اد كالك شيت يس ممكن نختار سكشن في اتجاه الاكس ابلاي ممكن نخط في وضعية بدل الاكس يقول له add to calc sheet yes ونختار في اتجاه الزد apply خط وضعية الزد add to calc sheet send picture to calc sheet لاحظ مشينا calc sheet بنلقى اضاف لينا ثلاث صور اضفناه ب 3 dimension والسكشن في اتجاه الزد والسكشن في اتجاه الاكس نمشي ل view output ل output file ممكن نختار نضيف لنا البيم اند فورسز add to calc sheet ارجع لكالك شيت يكون اضاف لنا البيم فورسز كل البيم فورس اضاف لنا نرجع تاني لفيو اوتبوت نخش الشيلن بلين ستريس نختار سكشن في اتجاه الواي بوزيشن بتاعنا 5.7 ابلاي خط في وضعية بتاعت اتجاه الواي اللود كيسز والستريس حسب الستريس نختار الشو نود نمبر كنتور فاليو نضيف كنتور فاليو شكل الستريس اللي يضيف لينا اد تو كالك شيت ممكن نقول له اتجاه الواي كيس 1 اد تو كالك شيت الماكسيموم ستريس اد تو كالك شيت ممكن نقول له ضيف لينا
ريال فيو ماكسيموم اد تو كالك شيت يس. نختار لهم ماي ستريس لاي دايركشن اد بيكا اوكي. لو رجعنا الكالك شيت بنلقى اضاف لينا كل الصور الخاصه به الستريس. نرجع للفيو اوتبوت اوتبوت فايل اختار شلن بلين ستريس و بيندينج ستريس والاد كالك شيت. نلقى الحق لنا ب كل الداتا ستريس الخاص بالسقوفات. عندنا البندنج اضاف لنا برضو البندنج يا الاكس والواي والزد. ممكن نرجع للفيو اوتبوت للبندنج ممكن نضيف من خلاله البندنج في اتجاه الاكس هات تو كالك شيت يس. ممكن نختار المومن في اتجاه الواي هات تو كالك شيت. نختار الماكسيمم مومن هات تو كالك شيت. ممكن نختار ماكسيمم شير فورسز نضيفه للكالك شيت. ممكن نختار ماكسيمم شير ستريس هات تو كالك شيت. ريان الكالك شيت بنلقى اضافينا كرر الرسومات. لاحظ شكل الرسومات الضافة لنا الخاصة بالبيندينج مومن والستريس. نرجع للفيو اوتبوت ونضيف الانفورسمنت هات تو كالك شيت سواء كان في اتجاه الاكس او الواي هات تو كالك شيت يس. كده اضيفنا للريبورت بتاعنا الرسومات بالاضافة لشكل الريبورت قولينا 292 رسم هذا خاص بالانفورسمنت. وريانا الديزاين لينك ديفولت لو اخترنا اي كولوم عندنا سلكشن للكولوم ريان الكالك شيت نلقاه اضافوا لينا كل المعلومات الخاصة بالكورم للكالك شيت. والبندنج شيدولين بنحوله لجنريت زي ما عرفنا من المرة السابقة. اذا اتحصلنا على شكل الريبورت الخاص لينا بالنموذج بتاعنا المبنى. ممكن نختار برينت مباشرة لتحول الطباعة. ممكن نحول للملف بتاع البي دي اف او نختار نوع طابعة بنطبع بها نختار اول برينت رينج. اذا بدنا نحول للبي دي اف نختار ادوب بي دي اف. ده بالنسبة لإعداد الريبورت كولينا من الانبوت داتا والاوتبوت والحقنا به او ارفقنا الرسومات وفقا للريزلت سواء كان للرياكشن او الديفليكشن او الاستريس بالنسبة للسقوفات او الفورسز بالنسبة للابيام والاعمدة.
شكل الريبورت النهائي. إذا حصلنا على نموذج كامل لإعدادنا للمبنى بداء من إدخال الداتا الانبوت و الاوتبوت، استعراض النتائج من الديفليكشن والرياكشن والبيم فورسز والبيم انفلوب والستريس بلين ستريس والمومن والانفورسمنت والديزاين لينك وإعداد الريبورت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.